السلام عليكم وأهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن واحد من أهم مشاريع البنية التحتية في مصر، وهو مجمع بنبان الموجود في أسوان، واللي بيعد أكبر مدينة شمسية في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية، وأكبر مشروع مصري لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة، وأحد أهم الأسباب اللي مكنت مصر مؤخرا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكمان تحقيق فائض في الطاقة وتصديره للخارج. تخيلوا حضراتكم مساحة المحطة الشمسية دي بتوازي 20% من مساحة مدينة واشنطن الأمريكية، ومن السهل رؤيتها بوضوح من الفضاء. هنعرف كل تفاصيل بنبان، أكبر مجمع لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في العالم، تابعونا لآخر الفيديو. يبقى في بنية أساسية متطورة لدولة محترمة. مجمع بنبان موجود بقرية بنبان بأسوان جنوب مصر، وتم اختيار موقع المشروع بناء على تقارير من وكالة ناسا، واللي أكدت أن الموقع واحد من أكثر مناطق سطوع الشمس في العالم. المحطة تم إنشائها على مساحة 37 فدان، وبتتكون من 6 مليون لوح شمسي. المحطة تم بداية العمل فيها في عام 2015، واستمر بنائها 4 سنين، وحاليا بتمد الشبكة القومية للكهرباء ب1465 ميجا وات، ولما هتشتغل بكامل طاقتها هتولد 2000 ميجا وات، يعني تقريبا 90% من انتاج كهرباء السد العالي. مجمع بنبان بيعد حاليا هو عاصمة العالم في انتاج الطاقة الشمسية، لانه بيضم اكبر عدد من محطات توليد الكهرباء في العالم، بمجموع 40 محطة ضخمة قدرة كل منها 50 ميجا وات. اللي بيميز مجمع بنبان ان جميع محطات المحولات فيه بتتميز انها معزولة بالغاز GIS بالكامل لأول مرة في مصر، وده لتحقيق اقصى درجات الامان. تكلفة مشروع مجمع بنبان بيبلغ 4 مليار دولار، والمجمع بيخدم اكتر من 2 مليون وحدة سكنية في صعيد مصر، وبيوفر اكتر من 10,000 فرصة عمل مباشرة للشباب. مجمع بنبان من أهم مشاريع البنية التحتية اللي تستحق إن كل مصري يفخر بيها. مجمع بنبان نال إشادات دولية كتيرة، أهمها إشادة وكالة ناسا، واللي وصفت المحطة بنقلة نوعية كبيرة في استغلال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم. وكمان أشاد بيه بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، واللي وصف المشروع إن مصر بتنفذ ثورة تكنولوجية يحتذى بيها في تحقيق النمو الاقتصادي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى نكون ناقشنا الموضوع بشكل كامل، ونشوفكم على خير إن شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.